بعد ما شفنا اهم الاخبار اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنتابع مع حضراتكم اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله. النهارده يوم كروي بامتياز، في قرعه ربع نهائي بطولتي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، وفي كمان ماتشات مهمه جدا في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتقام قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، وهتكون الساعة 3 العصر. ولعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع أول لقاءات دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وحيلتقي ليفربول الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي الساعة 9، وفي نفس الميعاد هيلتقي مانشستر سيتي مع أتلتيكو مدريد في قمة أوروبية بتحتفظ بالكثير من أسرارها.